دلوقتي خلينا نروح نشوف مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان من اهم الماتشات اللي هتتلعب في ابطال افريقيا والدوري الانجليزي الممتاز. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم غلق شارع 26 يوليو بشكل جزئي. الغلق هيكون من أمام مسجد المغفرة بالاتجاه القادم من ميدان سفينكس في اتجاه شارع كورنيش النيل، والمدة يومين. هيبدأ الغلق من الساعة 12 الصبح لحد 5 الصبح بدون تعطيل للحركة المرورية. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية هيكون معادهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، أهمها مباراة الزمالك مع الترجي الساعة 6 بالليل، سان داونز مع الأهلي الساعة 9 بالليل. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 25 من المسابقة، أبرزها مباراة ليستر سيتي مع أرسنال الساعة 5 بالليل، وليفربول مع كريستال بالاس الساعة 10 لربع بالليل.